الشخص المال هو يتكلم عن العفو والمسامحة. هذا واحد أعرفه كنا نجلس أحيانا مجالس، فكان يعني يذكر الشيخ سليمان ويعرض أحيانا بالشيخ، فأقول له يعني اتق الله وادع للشيخ ولا تغتاب أحد. المهم التقيت بالشيخ يوم في حلقة عندنا، قلت الشيخ في واحد كذا كذا ورجل يعني كبير في السن، قال الشيخ صور له مقطع لنا صورني. فأرسلت له مقطع للشيخ والشيخ يدعو له ويخصه بالدعاء باسمه، يدعو لأبنائه وذرية بالبركة في أهله وماله، وأرسلت المقطع. بديت اتصل علي الشيخ يقول تكفى تجيب لي الشيخ سليمان البيت، انا طالبك تجي انت والشيخ سليمان تزورنا. انا بدي العفو الواحد يعني انا عودت نفسي والله. يقول الشافعي رحمه الله دائما يكرر البيت، دائما يكرر البيت، لما عفوت ولم احقد على احد رحت قلبي من هم العداوات. الله، وانا جربت اي احد يجي تطش من كل، بس كثر الدعاء كثر الدعاء ادفع بالدعاء. 300 كيلو 320، انا شفت المسافه 325 للاستديو، أدعي يا رب أخواني المسلمين، من ظلمني، من أساء إلي، من أنا أسأت إليه، من أخطيت. تصور هذا 300 كيلو أنت تدعو سلامة القلب، أكيد سيأتي أثر على المدعو له. صحيح، أنا أعرف ناس كثير على قولك سمعنا أول كانوا زي كذا يتكلموا فيه في التيوب، أول ما طلع التيوب هذا الداعي اللي يضحك الناس وأدعي له الله يوفقه. بعد مدة سلم علي خمني يحب راسي، مرة جاء واحد إلى مسجدي والله من حد المدن ويخم خمس صيغة فيه، قال أنا والله اغتبتك وانا اسمح لي. قلت يا اخوي والله ما قدرت يوم الا ادعي لكل مسلم ومسلم. الله بفضل الله، حتى الكفار ندعي ان الله يهديهم الاسلام. سبحان الله، ندعي كذا واحد في الحين اليزابيث عمرت صارت فوق 90 تقريبا، صح؟ والله اني اقول اللهم اهدي اليزابيث ملكه بريطانيا الاسلام، خصها بالدعاء. لا تدري والله سلامة قلبي الشيخ سليمان، قد والله قد في لحظه يسلم تسلم على اسمك الشيخ سليمان. لا لا ابد، سلم صدرك يا اخي سليم القلب. ها ان يوفق كل مسلم المسلم. انا اخوي الاسبوع فات استغرب، قلت الله وانا ادعي، قلت اللهم اهدي كل، اللهم اهدي الانس والجان، اللهم اهدي كل انسان. قال شلون انس والجان؟ قلت الجن ما فيهم ناس مجرمين عتاوله؟ اي ولا ما في؟ لا والله وان منا الصالحون اقول لك في، بس انا ما اعرف والله. لا لا الله قال وان منا الصالحون ومنا ايش؟ دون ذلك كنا طرائق قدر. فيقول ابن عثيمين فيهم الفسق والفجر والكفره، فيهم العلماء والعباد والصاعين. كان بعضهم تذكر ابن باز الله يرحمه يحضر عند حلقه ابن باز من الجن كما نسمع من المشايخ والعلماء. فالشافعي صحيح القصه هذه؟ الشافعي مو الشافعي احد التابعين المالسيت بن سيرين الظاهر، دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وناظر المسجد لو فاضي ما في احد لحاله، ومسجد تعرف عليه الظلمة ما فتحت السجود، وشاف كثير من التابعين والصحابة شافه لحق عليهم. قال تولى الرفاق فأحزنوني وناظر المسجد، فهو أسف على موت الحماتي، تولوا القبور فما أسف على موت الحماتي. فسمع صوتهم يقول ودع عنك التقاتة فقد تولوا، ودع عنك التقاتة فقد تولوا، ونفسك فابكيها عند مماتي، وكل جماعة لابد يوما سينزل بينهم مقع الشتات. فاستغرب ما في أحد المسجد، قال من أنت رحمك الله؟ قال أنا رجل من صالحي الجن، كلهم كانوا معي في المسجد مسجد الرسول، ماتوا ولم يبقى إلا أنا. فكل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك كل وجه. فادع اللهم هدي الإنس والجان، اللهم هدي كل إنسان، اللهم هدي الإنس والجان، اللهم هدي كل إنسان.